بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يون فريد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدرك هذه كذي لنيدس أكو الصحابة إن ستكون فتن يعني هذه لينت الفتن هي العشي أم يارد شو الفتنة تقريبا يشكي على راس لضو من نو ذو ميارد يا العاشي يعرف له باش تفهم ضفاشو وذي يعرف له في العقل باش يحدد الحق ذو الباطل نال الموقف عند ريدو بنادم الفتنة لكن يدينا بنادم يخسر لكن يدي عبر ما بالك ويتصور راه ديني تيدس ديني الحق ديني الصواب. يكرد يونو صحابي رضي الله تعالى عنه إناس اسميس عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه إناس رسول الله شكرا كريك ومياردة كاكيني الفتنة نكون صغير غير هذا شو من نجاة تم كيراس لك غيماني إن ياسين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفكاسي برنامج برنامج عامل لو كان مكونين سلمى تيطبق أنا عفو يعني تصل مشاكل أنا نسنقص إنيس أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك إنيس مرثي لك الفتنة شيء وزري دارا شو الموقف راه تخدمه وزري دارا دايل الحق دايل الباطل وزري دارا نويس على الحق نويس على الباطل نويل لنا في الحق نويلنا في الباطل الناس امسك عليك لسانك خاطر ولاش المصيبة غالبا وين راه يهدر اي نوري فيه مارا وين راه دين تقنى دي اديني اكان سما شكني نه والعياذ بالله بلك هذه زرد البطل وهذه دود البطل والعياذ بالله امسك عليك لسانك خاطر ولاش الطان يقغل بن الطان وين راه يهضر نقوينو السيناره سيدي ربي عز وجل لنا ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان سيدي ربي تابع راينو السنظر راينو فيه مضاره خاطر يفكر سيدي ربي كل يوم دينا العقل وسلاقلين هي دينا العقل ذويني ذي الحق ذوينا الطبع ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ولن تبلغ الجبال طولا ولهذا صحابي يقين الناس إذا شرع يسلكني له إذا لفت رسول الله الناس مسك عليك لسانك إذا قال أين فيهم ضرا وده ضرر فلس حذر الصغير ذاك يسلك هو إن خطر هدرناكم دنيا كذا هدرا روحنا دندو حمل وين كذا دوغ لا أسدود تشكره ديني ولا غيك ديني لعقلك ذو وجد الحق ومسك عليك لسانك ماشي ذو الخوف أمسك عليك لسانك خاطر تفهم ضرر هذا شو يضر أنا كا سليض الناس ميارا ذن مع نصر ضرر فشو تبيارا ذن سليض يمدن هدرا مع نصر ضرر ندير إلا الحق ندير إلا الباطل ذاكي لا قفنا ذم هذه تحفظ هذه سوسم ما يما فانا سيد الحق انو ذي الحق خاطر سيدنا رسول الله الحديث نيض ند اكيتو عن الحق شيطان اخرس
ولكن كذلك وظلماري ماني كيف نذم مدنا كو هضرني ان كذا هضره مدنا كنا ندويا ان كدينيا هل اين كذا هضر مدن ذي الحق ناض صوابا كي قلق المؤمن اذيس الايمانيس ليس معنى ما هضرناكم مدنا اين كنا فيه هضرنا كذا الحق ولكن بنادم ما امشي لا يقرر اما لا يقرر اما نسى ديني وقيد الحق الدوري يدس وقيد الحق في ديني وخاصة بنادم ما يبغي في دووال ما يبغي في دووال دي ينطق ممكن دي بيضرة ووال سوسن زيكني مغارنا غيث ودرينا قارنا اما لا تقيم غيث شماث ممكن دي بضرة ولا تنتقد ثان السيادر الأدبي لا قد تخلص ذا الحق لا قد تخلص ذا ما خطر يقصيك الأدب ولكن ما يبضي كي دوا والدنا كي فلان دا شو دا شو شال الديني دي تمثال تاقيا وزمر ضرة سيديني دا خطر تفوق فلان غعلان نغيوغيك فلان نغيوغيك فلان تا وزمر ضرة ديني دي وينيك وريجو زارك وتقيم الدين يتعينوا عليك ان تهاجر الى قيس هاجر خاطر ثاد دارتي وزمر ضرة ديني ضو عليك وزمر ضرة الى قارك وتقيم الزغاد يس خاطر عنده زمر ضرة ديني ضو رايك ديني ضو عليك وزمر ضرة تحميض العرضيك ناقص تحميض دينيك ناقص تحميض ايمانيك وريد قارك وتقيم الدين لقيك تبدل القاعة عندي زمر ضرة ديني ضو عليك امسك عليك لسانك ما انت تدار ذو ذوك نيوت كانت ذو ديدس امسك عليك لسانك مرض فيهم دار ان رديني ذو سيت قرار ما ماشي الحقين رديني ذو سيت قرار امسك عليك لسانك ولي ساك بيتك ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفوك شغلك فوك الخدمينك روح روخامك صعيد الخدمك وخامي وسيدي ربي ندوى جعل لكم من بيوتكم سكنا إن دو لاش ندرثا في الطمأنينة ولاش ندرثا في الراحة ولاش ندرثا في الهنا أم خامي خاطر خامي يفنى في السكينة يفنى في الطمأنينة يفنى في المحبة يفنى في المودة يفنى في العلاقات النبيلة في العلاقات الأسرية نا يكشرف سيدي ربي عز وجل العائلة غير يمذن ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة لو كان كل يوم دينا أي نوري فيه ما رغودي أودي هدرارا ميس لك شغلي سادي وغالسا خميس تيقاثي فردان أدفدلن الصفة إمي إفردان غد تنفسن الحياة الاجتماعية أنا في الراحة أنا في الهنا أنس نقصطاس بينون الهرى أنس نقصطاس نقيل وقال أنس نقصطاس الهدرة ونسعر المعنى أنس نقصطاس تلوفات استشميتين خطر يمدينا رسول الله مسك عليك لسانك تصي سيقارنا ولد والكان أول ذا أول كان تيسوس في حشاكم ذا من كان لكن قرنا إلى مثل نينزي أولا كين يزمر ذي بنو يزمر ذي هود يزمر ذي وين غيني يصغ يزمر ذي وين إيوا والعياذ بالله يزمر ذي سدو كل يزمر هذه فرق إمذانا يزمر ذي وين لهنا يزمر ذي وين شوال والعياذ بالله أمسك عليك لسانك واللي يسعك بيتك خطر أخميك ابن ذم سعد المهمة دينا سعد رويك سعد زوجينك سعد الوالدينك سعد قدي وكدي سعيشيض إلا قاكس روح هذا سبنوض أصدد أصدد الموت داني إلا قتلي ذك خامن المحبة داني إلا قتلي ذك خامن في السنية إلى قاسيلي خامن القراية إلى قاسيلي خامن وقيد الوجبي كي ينسلم ماذا قال ما كان قارن من السنية ضيون روح تروح الصخة ما كيني إذا شرا خذ معك خام ثاني ونفيه ما هذا شو المعنى بخام ونفيه ما هذا شو المعنى توشوت ونفيه ما هذا شو المعنى التربية إلى قناسيلي ذي توشوت
وثمسال ثلاثة إيقوصا يس رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي يقير وبكي على خطيئتك أني لو إني دخل قربي ذي ناض الملك ويسخسارة ولا شو نصدر له فارة ولا شو ونخطو يارا إن ولكن مثغا ولا مرة ثوض السخامي كذا ند أسحس بضيماني مش تسوض روخامي باش تسوض عيني ضرا عيني خاض ذي برا عيني خاض ظن دني ظن في أي زمان وفي أي مكان ولكن ميد بالصحة باش تحس بضيماني ميد مكثي ظن ذا الظل فاض ميد ميد مكثي عند تسخسرات ميد مكثي ظن ذا عند الشقض رسول الله لدي قاثي بورا ربي وسعنت الرحمة يستوسع غير وليني تستغفر الله غير وليدي ندا سيدي ربي عفو في عقلي سوب عقلي ساعة وذانا ذو غالغا ارتلوفا سيدي ربي تفض ذي الغفور ذي الرحيم بل أتفض الكريم إنك سيئات إنك تبدل هذه الحسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا كل يوم عادي أذي خدم البرنامج هاكي أذي فنو أفتم سالينا هاكي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أغي وفق ربي باش تنخدم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.